سلم ايديك يا بابا، عزبتك. عذابك راحة ابو الهنا. جاي جاي شوي بابا، كتبوا خبر عاجل. ايش بده يكون يعني؟ غير لقميت جسة مجهولة الهوية بالرمادي وانفجار قنبلة ما بعرف شو بسوق شعبي ببغداد. بابا هاي ما عادت اخبار عاجلة، شنو اخذنا عليها؟ ايش هو الخبر العاجل لك؟ هلا منشوف. هذا وزير. وزير شو؟ ويمكن وزير التموين لأنه صحته منيحة. أيها الإخوة المواطنون، بشرى سارة، لقد قررت حكومتنا الرشيدة زيادة الرواتب والأجور بنسبة 10% ابتداء من الشهر القادم، وذلك يا بوغيش. بابا ليه طفيته؟ خلينا نكمل الخبر. لك بابا حدا بيكمل هيك مصيبة؟ يا مغيش تغيشنا. بابا شبك؟ عم يقولوا زادوا الرواتب والأجور 10%، مو نقصوها. بتقول الوزير هيك بده؟ خلصنا. معالي الوزير، أخوك برا بده يشوفك. أخي برا ومخليه ينطر؟ أنا نستأذنك مثل العادة. لك هاي الغريب، مو لأخي، خليه فوت فورا. يلا حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدك قهوة سيدي؟ لا شكرا، بشرب شفهم فنجان أخي. تفضل. تفضل تفضل ارتاح. تفضل. مين أنت؟ أنا أبو الهنا. لك شلون تدعي قدام الحاجب إنك أخي؟ طبعا أخوك، لكن مين أنا؟ شو هالحكي؟ ومن أيمتى نحن أخوي؟ سيدي من مبارح، من لما سمعتكم على التلفزيون عم تقولوا أيها الإخوة المواطنون وأنا مواطنون. أيوة. المهم شو بدك هلا؟ بدنا تلغوا زيادة الرواتب والأجور. هاي بدل ما تتشكرونا لأننا زودنا لكم. سيدي بهي الزيادة أنتوا نقصتولنا. كيف يعني؟ جايب معي وسيلة إيضاح. هاي الزيادة تبعكم بالطاسة، وهي السوق. شوفوا سيدي هلا كيف السوق غب الزيادة. شوفوا سيدي، من سنتين حضرتكم زدتولنا 10%، قام الأسعار زادت 20%، بقى شو فايدة الزيادة إذا ما صار تثبيت أسعار؟ لك شو هالعلاك؟ شلون بدنا نثبت الأسعار؟ مثل مو ثبتين حالكن على الكرسي. ومن العلاك؟ لك ليش؟ عم بخدمك يا سيدي. شنو انت قلت لي ان الي علا بدون مبرر؟ هيك تقليعه صار لها مبرر.